وما لنا رب سواه دائما نحسن الظن به حتى يفاجئنا بما قدر الله لنا من بواشر الأمل والفرج بإذن الله تعالى. مرحبا بكم مجددا مستمعين الأفاضل، أنتم الذين لحقتم بنا اللحظة. هذا البرنامج وليتلطف مع فضيلة الدكتور سعيد أبو يزري. صراحة دكتور، يعني خليني حتى أصارح الجميع، يعني أنا استوقفتني هذه الآية بالأمس يعني وأنا أتصفح هكذا. سبحان الله، الآية في حد ذاتها قريناها ونحفظوها وكذا، ولكن أحيانا بعض الآيات تحاول دائما تستوقفك لتعيد النظر في الكثير من ما نستلهمه من آيات الله سبحانه وتعالى. في هذه الآية بالذات هو فما ظنكم برب العالمين، هو سؤال لكنه في شكل تأكيد وفي نفس الوقت في شكل رسالة واضحة من الله سبحانه وتعالى. فحوى هذه الآية بالذات بين يعني ما يجعلنا يأس وبين بواعث الأمل، أين يكون أو ميزان هذه الآية؟ نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فما ظنكم برب العالمين، سورة الصفات الآية 87. هذه الآية القرآنية تمثل منهج حياة، فمن أحسن الظن بالله فاز. لذلك ربنا في الصورة نفسها في الآية رقم 60 ربنا يقول إن هذا لهو الفوز العظيم، في صورة الصافات الآية رقم 60. من آمن بالله عز وجل وظن بالله الكمال فإنه سيكون من الناجين الفائزين، إن هذا لهو الفوز العظيم. ومن لم يظن بالله الكمال، من ظن بالله النقص لا سمح الله، فاتخذ له شريكا، لا شك أن هذا الإنسان سيكون من الخاسرين. لذلك ربنا عز وجل قال في أي القرآن إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذه الآية القرآنية فما ظنكم برب العالمين هو سؤال، ولكن يجعل الإنسان يتأمل وينظر، هل يتخذ طريق الظن بالله، حسن الظن بالله، أم يتخذ طريق ولا حول ولا قوة إلا بالله أنه يسيء الظن بالله. بالله سبحانه وتعالى. فإذا أحسن بالله ظنا سيرى فيه الكمال ويوحده ويفرده بالعبادة، أما إذا أساء الظن بالله اتخذ له شريكا. فالموحدون هم الذين أحسنوا الظن بالله لأنهم رأوا فيه الكمال، ظنوا فيه الكمال، وحدوه، أفردوه بالعبادة، والنتيجة إن هذا لهو الفوز العظيم. أما الذين أساءوا الظن بالله خاتمتهم سيئة بيقين، ولن يحظوا بما ذكره القرآن سبحان الله في الصورة نفسها، في خاتمة الصورة الآيات 180 181 182، يعني هذه الصورة صورة الصفات عندها 182 آية. هذه الآيات الثلاثة اللي ختمت بها الصورة، الآية 180 سبحان ربك رب العزة عما يصفون، الآية 181 وسلام على المرسلين، الآية 182 ختمت الصورة
والحمد لله رب العالمين. هذه التي نختم بها مجالسنا ونذكرها في العديد من المناسبات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني المغفرة. من أحسن الظن بالله عز وجل إذا عصاه، إذا أذنب في حق الله، يتوب يعود إلى الله عز وجل، وهو يحسن الظن بالله أن الله سيغفر له. من أساء الظن بالله لن يعتقد ذلك، لأنه يعتقد بأن الله لن يغفر له. ولكن من ثمرات حسن الظن بالله اعتقاد أن الله سيغفر للمذنبين إذا أحسنوا التوبة وأحسنوا الاستغفار وكانت توبتهم توبة نصوحة. المجال الثالث وهو مجال أيضا مهم جدا، وهو مجال الابتلاء. ونحن نعيش ظروفا في غاية التعقيد وفي غاية الصعوبة، فالجميع يشعر بالخوف. هذا الوباء الذي دمر، الذي زرع الخوف، الذي حصد الكثير من الأرواح، والذي زلزل الوجود البشري في جميع الميادين، هذا ابتلاء كبير بيقين. ربما بما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير كما قال ربنا عز وجل، لا ندري. المهم في النهاية هذا لون أو صورة من صور الابتلاء، وقد أخبرنا الله عز وجل أنه سيبتلينا في دار الدنيا. من حسن الظن بالله أن نعتقد بأن الله عز وجل سيرفع هذا الوباء، سيرفع هذا البلاء بيقين متى شاء بأمر منه. وقد قال ربنا عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وبعد ذلك يأتي المجال الرابع وهو سعة الرحمة. من ظن بالله ظنا حسنا أدرك بأن رحمة الله تسع كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. رحمة الله عز وجل واسعة، فهو الرحمن وهو الرحيم. الذي يسيء الظن بالله لا يعتقد ذلك، سييأس بيقين. سييأس بيقين لما؟ لأن عوامل اليأس اجتمعت في الحقيقة وهي كثيرة. فربما بعضنا ولا حول ولا قوة إلا بالله يسيء الظن بالله، يقول خلاص يعني ما بقى ولا شيء. ولكن الذي يحسن الظن بالله يدرك تمام الإدراك بأن رحمة الله واسعة، أوسع وأن الله أوسع من كل شيء، وأن الله عز وجل سينظر إلينا إن شاء الله تعالى بعين الرحمة وهو حكيم. ما قدره وما كتبه وما قضاه مرحبا به، قدر الله وما شاء فعل، إن لله وإن إليه راجعون. ولكن في الوقت نفسه لابد أن نزرع في قلوبنا الأمل بيقيننا في الله وبحسن ظننا بالله، فندرك بأن رحمة الله واسعة وأن عطاءات الله عز وجل لا حدود لها. وقد قال ابن عطاء السكندري مخاطبا الله جل جلاله يقول: إلهي متى قطعت العطاء لكي نطمع في سواك، إلهي متى قطعت العطاء لكي نقطع الرجاء. والمجال الخامس، هناك مجالات كثيرة، هو مجال العمل. من حسن الظن بالله عز وجل فما ظنكم برب العالمين قبول العمل. الإنسان يعمل في هذه الحياة، يعبد الله ويعمر هذه الأرض ويعمل كل في مجاله. ولكن من ثمرات حسن الظن بالله أن الذي يحسن الظن بالله يتيقن بأن الله عز وجل سيتقبل عمله إذا كان خالصا لوجهه
لأن الله قد وعد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن هذه آية عجيبة، فما ظنكم برب العالمين؟ الذي أساء الظن بالله عز وجل هو على خطر عظيم، والذي أحسن الظن بالله عز وجل ينال الفوز العظيم. وفي الحديث القدسي الجليل: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، إلى آخر الحديث: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. سورة الصفات الآية 87: فما ظنكم برب العالمين. بارك الله فيك، جزاك الله خير. والله هذه الآية سبحان الله عجيبة أيضا، أنها تحتمل معاني الأمل، معاني الأمان، معاني الرحمة أيضا في حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لكن واقعيا يعني عمليا حتى نأخذ بهذه الآية، أحيانا كما قلت تشتمل كل بواعث اليأس، يعني في أمور، في ظروف، يعني في ضيق، في شدة إلى غير ذلك. متى يعني نأخذ بهذه الآية ابتداءا قبل أن نيأس من أي وضع، أم أنه لا، لما نذكر أنه نحن في ضيق ونحن في يأس نأخذ بهذه الآية، بمعنى متى يسبق هذا الأمل وهذا الأمان الموجود في هذه الآية في حياتنا؟ العبرة بالبدايات، والعبرة بالأسس والمنطلقات. إذا كان منطلق الإنسان وكان مبتدأه مبنيا على أساس متين، على إيمان يقيني بالله عز وجل، لا شك أن هذا الإنسان سترافقه هذه الآية في حالة الضيق وعند اجتماع عوامل اليأس، فيتذكر قول الله عز وجل: فما ظنكم برب العالمين. فأحسن الظن بالله عز وجل، لأنه من البداية هو موقن بالله عز وجل، فإيمانه لا تشوبه شائبة. لذلك مما ورد في الإيمان في سورة البقرة في الآية 256، ربنا قال: فمن يكفر، قال: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قبل ذلك سورة الآية 255 سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن الله عز وجل لا يغفل، لا يغفل إطلاقا أبداً، هو دائم الحاضر، من وجد الله يعني فماذا فقد، هو قليل من الغفو يعني. أي نعم، ربنا عز وجل حاضر. الذي يعطينا هذا الإيمان، هذا اليقين، هو ذلك الاعتقاد الجازم اليقيني بأن الله عز وجل لا يغفل، لا يغفل إطلاقا، لا يغفل. هو المدبر، مدبر الأمور، هو مدبر كل شيء. لماذا يقال في الحكمة: العبد بالتفكير والله بالتدبير؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. إذن هذا الإيمان الذي لا تشوبه شائبة، وقد ذكر الله عز وجل الكفر بالطاغوت في هذه الآية 256 من سورة البقرة قبل أن يأمرنا بالإيمان بالله بتوحيده. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، النتيجة: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. إلى أن يقول: الله ولي الذين آمنوا، ومن تولاه الله عز وجل بعنايته فلا خوف ولا وجل. بارك الله فيك، جزاك الله خير. وإحنا بدنا أن نزيل هذا معاني الخوف والضيق واليأس من قلوبنا جميعا، ظنا بالله سبحانه وتعالى دائما خيرا في واسع عطائه وكرمه ورحمته. على كل حال، نفتح المجال لكل مستمعنا الأفاضل على رقمنا الهاتفية لمن يود المشاركة معنا: 023-70-90-12 023-70-92-92. وطبعا نبقى دائما في معاني هذه الآية، لكن واقعيا يعني كيف فعلا نتمثل هذه الآية في حياتنا؟ متى كان ظنكم بالله في خيرا، وكان ما ظننتم بالله؟ 023-70-90-12 023-70-92.
92. ما يقول ابن مسعود: قسما بالله ما ظن أحد بالله ظنا إلا أعطاه ما يظن، وذلك لأن الفضل كله بيد الله. الحمد لله على كل شيء. إذن مع اتصالاتكم الآن، والاتصال مع أم موسى من سيدي بلعباس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك أختنا؟ والله الحمد لله. وش حوالك أنت؟ لاباس؟ أنا معكم الحمد لله. أنا معكم الحمد لله. ما الحزن ما يحسوش به مع إذاعة القرآن والثقافية. ما شاء الله مشكورين. السلام عليكم سيد الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم لنا. آمين أجمعين. بارك الله فيك. بارك الله فيك. وفيكم يبارك الله. اللهم صل على سيدنا محمد. سبقتني أختي نوال بهذا القول، بقول ابن مسعود. نعم نعم. يعني مشكورة. أنا تدخلي يكون يعني فما ظنكم برب العالمين خيرا؟ نظن خير كل الخير، بل كل الخير. اللهم صل على سيدنا محمد. سيدي الشيخ، من واجبة التوحيد كموحد، احنا من موحدين، يعني من واجبة التوحيد حسن الظن بالله. يعني ما يقوليش واحد يقول لا إله الله ما يحسنش الظن بالله، إلا يعني ينفي اللي ما يحسنش الظن بالله، ينفي توحيده. نعم. يعني ينفي من أصله التوحيد. وسوء التوحيد كان من ظن الجاهلية، ونحن نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. وثانيا حسن الظن بالله يعني يجي عن علم، عن علم ودراية. يعني إنسان يطالع وعن تجربة، يعني خاصة عن علم برحمة ربي سبحانه وإحسانه قدرته. يعني هو سبحانه حسن اختيار ربي، كل ما يعطينا ولا واش يدير لنا عنده حسن اختيار. اللهم الحمد والشكر. حبيبي عليه الصلاة والسلام أختي نوال يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظن بالله عز وجل. يعني الإنسان يمشي واللي في كل حركاته في كل سكناته يحسن ظن بالله. ومن حسن ظن بالله يعني دائما وأبدا تأويل لأفضل الله. نأولها دائما، نكونوا حتى ولا كانت تبان نحن شر، نأولها يعني بهذا الشيء. أنا عايشين وأنا شخصيا عايشة بهذا الشيء، حتى ولا نكون في ما لو أعلم في حاجة ماشي تكون أحوال غير، ولكن تأويلي دائما إلى أفضل ربي سبحانه وتعالى. وأختم بقصة أمنا مريم عليه السلام. لما كان قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يعني الله يعلم وإيش من حالة كانت فيها. يعني وربي حسن ظنها بالله سبحانه وتعالى. أكيد. ولدت وهزت النخلة وخلات ورجعت بوليدها. الثاني أختي نوال، أم موسى عليه سيدنا موسى عليه السلام. عليه السلام. نعم. إحسان وآيات كثيرة. نعم. أرضعت وضعت وألقته في اليم، وبهذا الأخذ بالأسباب، مع أخذ بالأسباب إسقاط على الواقع أختي نوال باختصار. نعم. نعم. لا جملة، هي جملة فقط. إسقاط على واقعنا هذا. الله يشوف فينا شوفة عاجلة إن شاء الله. نعم. نحسن الظن بالله مع الأخذ بالأسباب يا والعافية مع عند ربي بإذن الله. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك. تحياتنا لك أم موسى، ربي يبارك فيك. نعم. إن شاء الله. نعم. معنا مكالمة أخرى من قسنطينة، السيدة لونيس. ألو. السلام عليكم حبيبتي. وعليكم السلام وبركاته. أهلا بك. ربي يهنينا ويهنيكم وربي يجعلنا عدوها. احنا صابرين وفي حسنا بالله كبيرة. يا الله يا الله. الحمد لله. ان شاء الله يا ربي يبقى كذلك ان شاء الله امر. الله يستعين والصبر والصلاة ونرجع ربي سبحانه وفي حسنا بالله والله ما في بلاد. ونحسن في ربي يصبر لنا لحديث نواب. اكيد اكيد. طيب جربتي هذا الامر في حياتك؟ يعني حابين نستفادوا من تجاربكم الخاصة. يعني حكاية بعضنا بعض ممكن تكون يعني مفتاح صبر وامل يعني للبعض، ممكن اللي راهم في ضيق، ممكن اللي يأسين من بعض. نعم. حديث نواب كانوا ما عنديش الاولاد 20 سنة وما عنديش الاولاد 20 سنة وجرحوني الناس وصبرت وثقتي بالله كبيرة ورزقني ربي زوج اولاد حميد ومحمد. يا الله يا الله. ربي يبارك ان شاء الله. ربي يبارك ان شاء الله. ما يأست يوما اختي كانت دكت عندها 12 سنه جابت الاولاد وصبرت ربي سبحانه وصلي وقيم الليل وصلي ربي تبكي ربي والله العظيم رزقها ربي لك زين تقريبا عامين. ما شاء الله ما شاء الله. طيب وانت الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ربي يثبت ان شاء الله. ربي يثبتك. ربي يبارك لك ان شاء الله. امين.
وثقتنا بالله العزيز ومحمد عليه الصلاة والسلام، وثقتنا في ذات القرآن الحديث. الله يجزيك إن شاء الله حبيبتي، وانا معاكم دايما الليل والنهار. الله يبارك فيك، ونحن معاكم ان شاء الله بقلوبنا. جزاكم الله خير، كما في الموضوع ان معاكم ان شاء الله. والله والله احنا محتاجين دعائكم ان شاء الله. شكرا لك، بارك الله فيك وزيد اليونس، جزاك الله خير. 023 70 90 12، 023 70 92 92. معنا الان ام لقمان. الو، السلام عليكم. السلام عليكم أخت نوان، تحية طيبة لكم جميعا، تحية حارة للدكتور بويزري والمستمع أجمع. مرحبا إذن بك. لآلي شكرا أخت نوان. لآلي من غير إطالة في الموضوع، هذه الآية كغيرها من الآيات التي تعالج موضوع العقيدة أو لها الدين الحنيف من أهمية ما لم يله لغيرها، لأنها أساس الاستقامة الباطنية الظاهرة. مثلا أحسن أظن بالله كان الله عند ظنه، لقوله تعالى أنا عند ظني بي، كما أسلف الدكتور بويزري حفظه الله وأسهب. يستحيل أن يخيب الله عز وجل رجاء من استيقن بمعيته. ولعل أسلفنا الأخيار الأطهار هم أحسن الناس ظنا بالله من غيرهم. يحكى أن رجلا من القرون الأولى وقف بباب داره وهو يرى الناس يتجهزون للحج، فدخل بيته باكيا، قالت له ابنة له: يا أبتي هل ذهبت معهم؟ قال: وأين الزاد أتركه لكم؟ قالت: يا أبتي فما ظنك بالله؟ والله لن يتركنا الله لجوع أبدا. فعندما جن الليل على العائلة شعروا بالجوع، فانتهروا الفتاة وقالوا قائلين لها: هذا من سوء تدبيرك لأبيك. فبعد يومين مر أمير من الأمراء وحشيته بباب العائلة، فقال: من هل لنا بماء فنحن عطشى؟ فطرق أحد الحاشية الباب، فخرجت لهم الإبنة، سقتهم ماء. فقال الأمير: ما أعذب هذا الماء. عندها من الدنانير، فاستغنت العائلة من يومها عن الجوع وعن مد يدها للناس. هذا من ثمرة حسن الظن بالله. أكيد، وقصص كثيرة يعني. نعم، شكرا لك، قصص كثيرة في هذا الأمر. بارك الله فيك، شكرا لك على هذه الإضافة الطيبة. شكرا لك، بارك الله فيك أم لقبان من الشبلي. 023 70 90 12، 023 70 92 92. طبعا في استقبال مكالمتكم المخرجة كمال. طبعا حتى نأخذ القدر الكافي من المكالمات. صباح من الجزائر. من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته، أهلا بك. صباح. أريد مشاركة من فضلك. والله سمعت حسن ظن بالله، وخاصة في هذه الظروف التي نمر نعم. بها. تفضلي. نحس وكأننا نسينا حسن ظن بالله وحسن التوكل على الله. أدوية وفي في فاكسان وفي وصايتي بروفي بلي كابخي 4 موا من الوباء هذا في الجزائر ما كان حتى حاجة تنفع. يعني خصنا نتضرع لله ونحسن الظن بالله نراجع أنفسنا، يعني نراجع أنفسنا يعني في هذه النقطة. نعم، ونتوكل على الله ونحسن الظن بالله، لأنه خاصة مساكن الأطباء والممرضين لحقوا لدرجة يعني الانهيار، يعني مساكن من هذا. يعني خصنا نذكر هذه الفئة خاصة اللي راهي تعبانة واللي راهي أنها تحسن الظن بالله، وكاين بعد العسر يسر إن شاء الله، ويكون أيام أحسن إن شاء الله. يا رب إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله خير، فعلا نحتاج هذه الوقفة مع أنفسنا ومع ذواتنا، ونعيد التدبر الأصل في حسن ظننا بالله. شكرا لك. صباح، بارك الله فيك، شكرا، جزاك الله خير. طيب دكتور، نكتفي بهذا القدر وبعد نعود نرجع ممكن للمكالمات. لا أنت الأمر. طيب إذا نبدأ مع أم وسفقت اللي تكلمت فعلا على جزئية مهمة في حسن الظن بالله، وأكدت يعني على هذا القول. نعم، نشكر جميع المتصلات والمتصلين إن شاء الله الذين سيتصلون إن شاء الله، ربي يجزيكم خير. في الحقيقة يعني نتعاون جميعا في بيان دلالات هذه الآية القرآنية، شيء مهم جدا. وحينما نستمع لكم يعني نرتاح، يعني والله يعلم سعادتنا التي تغمر قلوبنا يعني كي نسمع لكم، وانتم يعني تبينوا آراءكم وتجاربكم. ربي إن شاء الله، وهذا يزيدنا إن شاء الله إيمانا ويقينا في الله عز وجل.
أم موسى كما قلت إذا كان لي ظن بالله خيرا يجد خيرا. أكيد. هو في الحقيقة من ثمرات الإيمان هذه. الإنسان كل اللي داروا ربي سبحانه مرحبا به، دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، مرحبا باللي أعطى الله، قدر الله وما شاء فعل. يوم أن ينسجم الإنسان ويتناغم مع قضاء الله وقدره، هذا هو السعيد الذي سيعيش تلك السعادة ويحياها في دار الدنيا تمهيدا للسعادة الأبدية في دار الآخرة، في الدار الآخرة. لذلك حسن الظن بالله جميل. وقالت أيضا موسى فكرة قوية، تأويل، نؤول أي شيء نؤولوها يعني في اتجاه حسن الظن بالله. الشيء اللي صار في الدنيا هذه نحسن الظن بالله، ولا يصح أن يتزعزع ظننا بالله عز وجل، لا يمكن أن تهزه هزات أو أن تقتلعه زلازل أو مصائب مهما كانت، قدر الله وما شاء فعل، مرحبا باللي أعطى ربي سبحانه عز وجل. فجزاك الله خير يا أم موسى، وذكرتينا بموقف مريم عليه السلام وموسى. حتى أم موسى عليه السلام يعني في الحقيقة كلها أمثلة يعني مدعاة لكل ما ذكر في القرآن الكريم من ذلك من القصص، يعني تحمل معاني إيمانية عقدية تربوية اجتماعية، هذه النماذج العملية التي انتهجت نهج الله عز وجل. وربنا عز وجل عنده حكمة في كل شيء. فعلا. نسأل الله فعلا. أن نكون ممن نعم. يقتدي بسيرة هؤلاء. نعم سيدة لونيس أعطتنا في تدخلها يعني فعلا من ظن بالله خيرا كان له ما ظن فعلا، يعني ومن تجربة شخصية خاصة فيما يتعلق بالأولاد 20 سنة يعني ليس بالأمر الهين ولا بالسهل، وبشر الصابرين، وتكلمنا على آيات كثيرة في هذا في هذا المجال، وقالت إنه بعد 20 سنة رزقت بولدين سبحان الله. إلى أي مدى يمكن إنه يطول بنا الأمل ولكن في النهاية موجود موجود هذا. ملك الملوك نعم. إذا وهب لا تسألن عن السبب. حقيقة يعني تجربة السيدة لونيس يعني تجربة مهمة لمن يئس من روح الله. سبحان الله. فالإنسان لا يئس من رحمة الله ولا من روح الله، بل لابد أن يكون يقينه قويا في الله عز وجل. وفي الأخير إذا قدر الله عز وجل أن يرزق يعني لما أعطلهمش ربي الذرية، ربي قدر أن يرزقهم يرزقهم وهو قادر فعلا. وإذا كان فعل غير ذلك خلاف ذلك أيضا فيه حكمة، في حكمة نعم. في حكمة. المهم النهاية الإنسان ينسجم مع الأقدار فقط، هذا هو المطلوب. ولكن ربنا عز وجل وهي تروي هذه الرواية السيدة ونستفكت يعني جملة من القضايا هكذا الواقعية، أنه رحمة ربي واسعة، ربما الوقت ما يسمحش باش نحكيها، ولكن والله لا فيها عبرة وفيها حكمة وفيها موعظة كبيرة جدا. حتى أن أحدهم بعد أكثر من 30 سنة زواج طبعا هو لم ييأس من روح الله لحظة، يعني فوض أمره لله عز وجل مع زوجته في الأخير نهار لرب يرزقهم. وأذكر ذلك الموقف ولن أنساه، بعد صلاة الجمعة فحضر عدد كبير من الناس وهو يدمع هكذا أمام الحضور ويقول للناس أحسنوا الظن بالله. وحتى سألناه الآن رزقك الله وأنت يعني بعد 30 سنة كيف تشعر، قالك الخير ربي كيجي هو وقته، بمعنى أن الإنسان ما يئس من روح الله. علاه؟ الذي يائس والذي أساء الظن بالله قد يلجأ إلى طرق أخرى، طرق الشعوذة وطرق لمشي مليحة تماما. ولكن هذيك الدمعة يا نوال عزيزة بزاف بارك الله فيك، معليش أنا نقولها يعني، إن شاء الله ربي يحفظك إن شاء الله، وربي إن شاء الله يحقق الأمل ويسر الأمور إن شاء الله. ولكن نسأل الله التوفيق ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا جميعا
التوفيق وأن السداد في الرأي والتوفيق في العمل. حبيت نقول أنه التجارب هذه تاع الحياة التي عاشها أناس كثيرون من الرجال والنساء من الصغار والكبار فيها عبر يعني كبيرة جدا. نسأل الله أن يجعلنا ممن يحسن الظن بالله عز وجل. آمين يا رب العالمين. طيب أم لقمان. نعم أم لقمان وتكلمت يعني في أساس بارك الله في أم لقمان. يعني سبحان الله أولا ذكرتنا بأمر أساس جدا أن أساس الاستقامة هذه الباطنية لأنه استقامة المخبر يؤدي إلى استقامة المظهر هو هذا حسن الظن بالله عز وجل. فمن أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى سيستقيم في 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 سيرته في مسيرته. وذكرتنا أم لقمان بسلفنا الصالح. نعم. حقيقة هم النماذج العملية التطبيقية الوفية فعلا. للوحي الطاهر نعود إليهم يعني. حتى نعم نعود إليهم يعني واحد كي يرجع يقرأ سيرهم يتقوى يعني إيمانه يقوى ويزداد ويزداد يقينه في الله عز وجل. شكرا يا أم لقمان على تدخلك الهادف وبارك الله فيك. نعم صباح يعني فعلا دعتنا لمراجعة أنفسنا خاصة فيما يتعلق ب يعني الوضع اللي نعيشه أحيانا فعلا يعني نشوفوا أرقام ونشوفوا الوضع تأزم ربما في بعض الولايات في أعداد كثيرة ممكن نقص الأدوية إلى غير ذلك. ولكن الإنسان في ذيك اللحظة في ذاك اليأس لازم نعود ونرجعوا لذواتنا ونرجعوا لحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى لأنه حتى وإن كان كل هذه العوامل اجتمعت لكن أكيد رحمة الله أوسع من أن نذيقها في هذه الظروف. في الحقيقة يا صباح يعني هذا الوباء علمنا الكثير. نعم. يعني لو كان صاحب بلوغ المرام ابن حجر العسقلاني وفتح الباري ابن حجر العسقلاني ذي فقد يعني في الوباء 3 بنات يعني اللي ماتوا له وكتب كتب وقد أشرنا إلى كتابه وأشرنا إلى كتاب المنجري وكتاب يعني تسليت أهل المصائب وأشرنا إلى كتاب تقي الدين المقريزي. تلك الكتب التي ألفت في ظروف وفي زمان الأوبئة في الحقيقة هم تعلموا الكثير ونحن أيضا تعلمنا الكثير. ومما تعلمناه رغم أن العالم يشهد ثورة طبية بيولوجية هائلة ولكن هناك عجز كامل عجز كامل من كبار علماء الدنيا قالوا استنوا غير ربي سبحانه وتعالى يعني باش ربي يعلمنا بأن وما أوتيتم العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم. مهما كان التدبير يعني تفكير الإنسان يعني مهما ارتقى وعلى وبلغ شأوا عاليا كبيرا يبقى دائما علم الله ونستزيد من علم الله. ربنا يقول وقل ربي زدني علما. في هذه الظروف الحرجة في ظروف صعبة ننتظر رحمة الله عز وجل وهذا لا يمنعنا من اتخاذ الأسباب نعم. من الاجتهاد نعم. من الاجتهاد نعم. من تعميق البحوث والتحصيل العلمي ومن عمق النظر ومن البحث في الحلول الطبية بيقين. هذا أمر مطلوب وقل اعملوا كما قال ربنا. ولكن في الوقت نفسه لابد أن ندرك بأن ما نقدروش نعيش غير ربي كما قال ابن عطاء الله من وجد الله فماذا فقط نعم. ونكون مع ربي إن شاء الله ربي يكون معنا هو القادر بأمره أن يرفع هذا الوباء عن البشرية وعن سائر الكائنات في أي لحظة. والشاعر يقول ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. نعم. فعلا بارك الله فيك جزاك الله خير. فقدنا اتصال من تمرست الأخ محمد لكن إن شاء الله يعيد الاتصال بنا. معنا أم منذر من قسنطينة. السلام عليكم أختنا. وعليكم السلام تبارك الله. أهلا بك أم منذر. لقد تواصل معكم. الله يبارك فيك مرحبا بك. نعم تفضلي أم منذر. وقت نوال انت تحديت من ندلي بتسمى امور واقعيه نعم حكى نتعلموا من بعضنا بعض يعني هذا هو نعم نوال بهذا اعطي صوره ايجابيه مثلا يا رب. عن انا احسن صفه عندي الحسن الظن بالله الحمد لله. كيف تفضل انا مبيعه واستيقظ بها منذ الصغر يعني منذ مثلا تزوجت
صغيرة هكاك في العشرينات، وفي قرار في نفسي أني قلت ركبت سفينة ربان وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني وأسير على كل أمور والحمد لله، يعني بتقدير من الله. نعم والحمد لله إلى حد الآن أصبحت جدة والحمد لله وأسير سعادة تامة. ما شاء الله. لا تنكد علي نعم، يعني كل من ما شاء الله، يعني من كان الحمد لله كل الأمور سيئة تمر بسرعة الحمد لله. نعم ومن كان والله العظيم كما يقول لك الأخت الحسن الظن بالله يكسب سعادة لا مثيل لها اللي يحسن استعمالها. نعم بارك الله فيك، جزاك الله خير وربي يدوم إن شاء الله سعادتك ما دامك في جنب الله. نعم بارك الله فيك، الله يجزيك إن شاء الله وربي يدوم سعادتك ما دامك في جنب الله ودائما متوكلة على الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال. نعم كمال من أين؟ المدية. ياسمين من المدية، مرحبا بك ياسمين. الله يخليك، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته، أهلا بك. أمان زينا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن شاء الله يا رب العالمين. يا رب إن شاء الله آمين. بكل اختصار دعني تحية للشيخ الفضيل ولك أختي فضيلة. عندي لو تخاك شوية. عندي شوية لو تخاك. لا تفضلي تفضلي. وأن الله يعني نبدأ بسورة بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم. خير أمة، مش يعني لأنه تفضلنا به، يعني بلا إله إلا الله. نعم. قابض الكون كله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن هذا الفيروس هذا هو الشيء جند من جنود الله، صدقوني هي أمم كافرة. نسأل الله الهداية، نحن ما بغينا لهمش الضر. حتى أبسط عملية يبين الله لهم بأن أبسط عملية التنفس لا تتم إلا بإذنه. إلا بإذنه. لا نسمة تطلعش كما قالوش مرئتان ويطاكليئتان وهيك، لا تتائم على عملية النار إلا بأمر من الله. نعم الله رب سبحانه وتعالى. ونحن نعم. أمة لا إله إلا الله، نحن نعلم بأنه جند من جنود ويقيننا في الله سبحانه وتعالى. وقلنا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، ربي ثبتنا على هذا اليقين. نعم. والبلاء من نازل من الأرض والخارج من النازل. نعم ياسمين اختصري فقط يعني مداخلتك، يعني حتى نختصر. نعم باختصار. أن الله قبضت الكون في يد الله تعالى. نعم. ويقيننا إذا قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله وبسم الله سيروح سيذهب كل شيء. أكيد بارك الله فيك. الكافرة يجب تتعلم وتتيقن من أن الله هو رب هذا الكون سبحانه وتعالى، وهذا هو منتهى التوحيد. نعم بارك الله فيك يا ياسمين، شكرا لك على تدخلك. أسف لأنه الوقت فقط. معنا فرح من العاصمة ونختم بها كمكالمة حتى يتسنى. نعم مرحبا بك فرح. أهلا وسهلا. أهلا بك، وش أخبارك؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. كيف الأستاذ؟ الحمد لله ربي يبارك فيك إن شاء الله. الحمد لله. نحييك حي مخيش. وطيب نقول لك دموعك غالين مثل ما قال تي غالية ودموعك غالية. لا هي عيني برك دمعة وحدها يعني. لا تبكي حبيبة قلبي، حساسة كل الأداء. الله يجزيك الله يجزيك. على فكرة نقول من حسن الظن بالله أنه عندنا واحد قريبنا كأنه يعني من حكمة الله من خلنا له الدعاء على باب اليوم الآخر ورجع. بعدين لما رحنا أخويه يعني راحوا بوسوا ديات الدكتور اللي كان كأن قالوا نعرف أن الله هو اللي يرد للحياة. نعم. على فكرة ولا يسمع فينا ويتابعكم. على فكرة هو ردوا للحياة، بس أنت كان لك الفضل الكبير أنك اجتهدت. نعم. اجتهاد كبير على فكرة أنك توفر له ذات السبب. هذه بس مش أنا مطول عليكم. بارك الله لي فيك. شكرا بارك الله فيك، الله يجزيك خير. شكرا لك بارك الله فيك. فقط أنا أقرأ مداخلة أبو يوسف يعني عبر صفحة الفيسبوك لإذاعة القرآن الكريم. أنا أشكر كل من يتدخل ويبعثوا لك السلام الحارة. على كل حال أبو يوسف يقول طائر السعادة له جناح فلا تستغني عن أحدهم. التوكل والتفاؤل، التوكل يحتاج للعمل والتفاؤل يلزمه حسن الظن بالله. لكن يطرح سؤال يقول لك هل في دين محمد صلى الله عليه وسلم مطلوب منا أن نحسن الظن في كل أمورنا مثلا الحاكم والمحكوم أو فقط في الله؟ أريد جواب. تفضل. نعم بارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا. وصلنا إلى الأخت أم منذر هكذا. نعم قال من قسنطينة اللي قالت سفينة ربانها الله. نعم. يعني الذي يعتقد ذلك بيقين يا أم منذر
سيعيش مرتاحا في هذه الحياة مهما كانت ظروفه. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. يا أم منذر أنت شكرتي ربي وحمدتيه ويساعدك، لأنه واحد كيعطي له ربي نعمة ويكون من الشاكرين، هذا أيضا من حسن الظن بالله. وغيرك ربما كاين، مش ربما بيقين، هناك من لا يشكر الله إطلاقا، بل إذا سلب الله منه نعمة واحدة يائس وقنط وجحد. ومن حسن الظن بالله إذا سلبت منا نعمة واحدة ننظر إلى ما بقي من نعم ولا ننظر إلى النعمة المسلوبة، وهذا من حسن الظن بالله. أما الذي يرتقي إلى درجة الشاكرين سيكون من القلة المذكورة في آية القرآن، وقليل من عبادي الشكور. وسيجزي الله الشاكرين. والشكر يديم النعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. شكرا يا أم منذر. ياسمين، هي على كل حال تكلمت على التوحيد، يعني والتوحيد مهم جدا، يعني أنه هو اللي ثبتنا على كل هذه المعاني، حسن الظن بالله، التوكل على الله، الصبر، وكلها من المعاني يعني. وهي في هذه الآية بالذات تأكد على التوحيد. صحيح. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. في الوقت الذي نفرح أن نكون إن شاء الله ننتمي إلى خير أمة أخرجت للناس، على أن تكون هذه الأمة حاضرة فاعلة شاهدة على الناس بحق. كذلك كنتم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. سورة البقرة الآية 143، لأن هذه الآية فيها تشريف وتكليف في الوقت نفسه، ولكن في ذلك الوقت نفسه أيضا نتألم على حال الذين فقدوا الطريق، الذين تاهوا وضاعوا وضيعوا وظلوا وأظلوا من الكفار. هؤلاء واجب علينا أن نبلغهم، فواجب الدعوة. ودعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولكن الكافر على خطر عظيم، ربما هذه الهزات التي وقعت من خلال هذا الوباء، وهو جند من جند الله بيقين، وما يعلم جنود ربك إلا هو، قد يكون ذلك سببا في إيقاظ الهمام، في انتباه الغافلين للعودة إلى طريق التوحيد الآمنة. نعم فعلا. فرح اسم على مسمى، فرح. يا فرح، ما ذكرتيه يعني في الحقيقة يعطينا قوة ويعطينا يقينا في الله عز وجل. نتخذ الأسباب وفي الوقت نفسه نتوكل على مسبب الأسباب جل جلاله ونكون من الشاكرين. ولابد أن نعلم يقينا بأن ما يحصل في هذا الكون بتدبير العزيز الحكيم جل جلاله. أبو يوسف، والله صحيح، التوكل مطلوب والتفاؤل أيضا مطلوب، لأن التوكل من حسن الإيمان، من يقين الإيمان بالله عز وجل، أن القلوب تتوكل ولكن الجوارح تعمل. القلوب تتوكل والجوارح تعمل. وكذلك لابد أن نتفاءل، لأن الأمل هو من ثمرات الإيمان. ذكرناكم كثيرا سادتي بما قال يعقوب كما يروي القرآن: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. الإنسان يتعب في هذه الحياة وهو يتخذ الأسباب، يواجه ألوان الابتلاءات المختلفة، يعمل يكدح، ولكن لا ييأس من روح الله. ولو اجتمعت عوامل اليأس كما اجتمعت عوامل اليأس لدى يعقوب لفقدانه لولديه يوسف وأخيه، ولكن جمع أولاده الآخرين وأوصاهم بهذه الوصية، ونحن في أمس الحاجة إليها: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. إنه لا ييأس من روح الله
إلا القوم الكافرون. نعم. أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. طيب في كلمة أخيرة فقط، يعني حسن الظن بالله هو من حسن العبادة، كيف نتثبت عليها؟ مفتاح ذلك، مفتاح ذلك هو دائما المراجعة، المراجعة المستمرة الدائمة. ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، فلابد أن نتعهد إيمانا وأن نقوي إيماننا باستثمار عوامل كثيرة، بالنظر في كتاب الله العزيز سبحانه وتعالى، وبفهم مقاصد الآيات، بالنظر في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في ميراث النبوة الغالي الطاهر، وكذلك في قراءة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي قراءة سير الصحابة وسير الصالحين والعارفين بالله عز وجل. كل ذلك يزيدنا إيمانا وتقوى ويقينا، ويزيدنا حسن الظن بالله. فما ظنكم برب العالمين؟ بارك الله فيك، جزاك الله خير. وأنا أقول أيضا فما ظنكم برب العالمين، إجابتها أيضا في آية أخرى في شكل تساؤل يطرح أيضا بواعث الأمل، أإله مع الله سبحانه وتعالى. والإنسان يعني يتأمل في هذه الآية، إذا كان موجود إله آخر فالإنسان ممكن ييأس، ممكن يظن غير ذلك، لكن ما دام الله وحده الواحد الأحد فما ظنكم برب العالمين. هنا الأمل، هنا الأمان، هنا الرحمة. السلام عليكم.